السلام عليكم. إذا نتواجد بمركز الإقليمي للمداولات بمديرية خميسات واللي كيتقام في مؤسسة ديال الحسن الوزاني هنا في خميسات. طبيعة الحال هذه المداولات اللي كتنظم عبر 11 لجنة يترأسها مفتشون التعليم الثانوي والعضويه ديالها كتكون من الاساتذه اللي تكلفوا بعمليه التصحيح ديال الاوراق ديال التحرير ديال التلميذات ديالنا. الهدف من هذه المداولات هو انه نتاكد من مطابقه النقطه ديال المصحح مع النقطه النهائيه اللي غتكون في المحضر ديال المداولات، باش الا كان شي خطا لا قدر الله كتعاود كيتراجع باش الحق ديال التلميذ ما كيضيعش. الحمور الحمد لله لحد الان غاديه بواحد الانسيابيه كبيره جدا كما كتلاحظوا. تنظيميا الامور توفرت لها جميع الشروط ديال النجاح ديالها لا على مستوى الاكاديميه ولا على مستوى المديريه الاقليميه. نتمنى التوفيق ان شاء الله لوداتنا وتكون ان شاء الله شي نسب اللي هي ان شاء الله كتشرف الاكاديميه والمديريه الاقليميه. الخطوه المواليه حنا كنديروا المداولات ديالنا هذا النهار هذا غادي نوصل النتائج ديال المداولات مباشره للاكاديميه باش الاكاديميه هي اللي كتولى بطبيعه الحال عمليه الاعلان عن النتائج. شكرا.